شلونكم شباب؟ ان شاء الله تكونون بخير وصحه وسلامه. وياكم دكتور عبد القادر ماجد. اليوم ان شاء الله هنكمل شرح محاضرات الاناتومي اوف ذا ابر لمب. محاضرتنا اليوم بعنوان الفور ارم. بالبدايه شباب، حبيت انوه لكم على شغله، ان محاضرتكم صراحه تفتقر الى صور، حتى الصور اللي موجوده بيها مو كلش واضحه، والفور ارم منطقه يعني شويه كومبليكيتد، فتحتاج الى صور توضيحيه هوايه. فانا حطيت لكم صور حتى أنا مود تساعدكم بالفهم، وأما تبقى المعلومات ببالكم حتى من تجيكم الأسئلة تتذكرون الصور اللي موجودة وتساعدكم بالإجابة. الفورآرم يا شباب هي المنطقة اللي تمتد بين الإلبو جوينت وبين الريست جوينت، وبها عظمين كلش مهمات هو الألنا والراديوس. احنا بالبداية لازم نعرف تفاصيل العظام اللي عندنا. فبالبداية هذا الألنا نعرف أنه بكورونويد وبألكرونون وبكورونويد بروسيس، ونعرف انه اكو هنا شيء اسمه راديال نوتش حتى انا مود اسوي ارتكوليشن بتوين الالنا بتوين هيد اوف راديوس. زين، نعرف انه اكو بين الراديوس بين الالنا والراديوس فشيء اسمه انتروسيس ممبرين. هذا الانتروسيس ممبرين شغله انه هو يلزم العظم سوا وما يخليهم يبتعدون عن بعض. بالاضافه الى ذلك انه الانتروسيس ممبرين لازم تعرفوا لي ذن الفتحات، شوفوا لي هاي الفتحه تذكروا ليها، خلوها ببالكم احنا جيها بعدين. وهنا هم من هاي الفتحة هم لازم تذكروها زين. الارتكوليشن مالتنا اللي راح يصير هنا، اول شيء الله عندك الالنا راح يلتقي ويا من؟ راح يلتقي ويا الراديوس. الالنا هنا راح بيها تروكليار نوتش، ماشي، هاي التروكليار نوتش راح تلتقي ويا التروكليا مال هيومرس، والراديوس راح يلتقي ويا الكابيتلم مال هيومرس. تمام يا شباب؟ زين، وتعرفوا لي انه هاي الحركة اللي راح تصير انه الالنا ثابت بمكانه والراديوس هو اللي يفر على الالنا. اوكي، شوف هاي نسميها برونيشن. هاي الوضعية هي السوبينيشن، تمام، وهاي الوضعية هي البرونيشن. من الراديوس يفر على الالنا، هاي يسميها برونيشن. فاكو عضلات تسوي لك برونيشن واكو عضلات تسوي لك السوبينيشن، فلازم تتخيل العظم شلون دا يصير بحالة البرونيشن، حالة البرونيشن وبحالة السوبينيشن وبحالة البرونيشن. ماشي يا شباب؟ اشوف ببدا يقول لك the forearm extend between the elbow and the wrist. بين الالبو والرست. Its bones are radius and ulna articulate with the humerus at the elbow joint. الراديوس والالنا قلنا يسوون articulation عندنا ويا الهيومرس بالالبو joint. همينا اكو articulation between الراديوس والالنا نسميه proximal radio ulnar joints. ماشي يا شباب؟ سميناه proximal لان اكو همينا distal radio ulnar joints. شوف هو ما طول joint فاكو فد بي فد شوية حركة، فشوفوا هنا يعني شلون تغير وضعية العظام فهذا joint، هنا همينا تغيرت وضعية العظام فهذا joint. زين، the flexor muscles lie in the anterior compartment. شنو هي الانتيريور كومبارتمنت؟ راح نعرفها هسه، بس اعرفوا لي اكو جروبين من المسلز، واحد اسمه فلكسر واحد اسمه اكستنسر. الفلكسرات انه يسوون فلكشن بالاصابع والريست جوينت، ماشي، والاكستنسرات يسوون اكستنشن بالاصابع وبالريست جوينت. الفلكسرات موجوده لقدام بالانتيريور كومبارتمنت، والاكستنسرات موجوده لورا بالظهر بالبوستيريور كومبارتمنت. زين، او يعني ببدايه من حاكي لك على the front of the forearm، يقول لك cutaneous nerve of the front of the forearm. this include انه ايش عندنا احنا؟ مثل ما عرفنا بالarm وبالshoulder اكو cutaneous nerves، هاي النيرفات اللي تغذي لك الجلد السنسيشن مالتها. فمن قاعد يجي cutaneous innervation مال forearm؟ اول شغله قال لك medial cutaneous nerve of the forearm. من هو الميديال كوتينوس نيرف اوف ذا فورام يا شباب؟ هل تتذكره؟ هذا نيرف بحده يا شباب يطلع لك منين؟ من البريكر بلكسس. مثل ما نعرف ان البريكر بلكسس تتقسم الى روتات وترنكات وديفيجنز وكوردات، ماشي. فالميديال كوتينوس نيرف يطلع لك من الميديال كورد اوف بريكر بلكسس، وهذا اسمه ميديال بيكتورال نيرف اللي هو نفسه ميديال كوتينوس نيرف اوف ذا فورام C8C و T11. arise from the medial cord of breaker plexus. نيرف بوحده لا طالع لك من بقيه النيرفات، هو نيرف يعني حال بقيه النيرفات، الميديال نيرف والالنر نيرف
والرجل نيرف، انه هو نيرف حاله من حال بقيه النيرفات، دي يطلع لك من البريكر بلكسس، ماشي؟ ما جايك من بقيه النيرفات، لا، بوحده يطلع لك من بريكر بلكسس. اوكي؟ يقول لك it passes the deep fascia with the basilic vein، يعني شنو؟ يعني يعبر الديب فيشيا، وين الباسيليك فين؟ وين الباسيليك فين يعبر الديب فيشيا يا شباب؟ لا تتذكروها بالارم، انه هو الباسيليك فين حيعبر لك، يطلع من يعبر من السوبرفيشال فيشيا، من السوبرفيشال من تحت الجلد، يطب جوه عن طريق يعني يعبر الديب فيشيا، فينتقل من السوبرفيشالي الى يكون ديب انستراكشر. فهذا الميديال كتينوس نيرف هيعبر وياه، يطلع لك من جوه من انترنالي الى اكسترنالي، يعني حتى العمود يصير تحت الجلد، حتى العمود يغذي لك السنسيشن مال سكين مال فور ارم. فهو طلع من البريكر بلكسس ويا الباسيليك فين، من عبر الباسيليك فين من السوبرفيشال الى ديب عن طريق من اخترق الديب فيشيا. فهذا الميديال كتينوس نيرف هم حيخترق الديب فيشيا بنفس المكان، هيطلع من يعني يطلع من الانتيرير كومبارتمنت، يطلع الى سوبرفيشال، فيصل سوبرفيشال بهذه المنطقه وينزل لك لجوا على الفور ارم، وراها هينقسم الى انتيرير اند بوستيرير برانشز والسبلاي ذا انتيرو ميديال اند بوستيرو ميديال سيرفيس اوف ذا فور ارم تو ذا ريست. شنو يعني؟ شنو يعني؟ انا ما فهمت شنو يعني انتيرو ميديال اند بوستيرو ميديال سيرفيس اوف ذا فور ارم تو ذا ريست. شوف يا شباب هاي الصوره، يعني اللي اتمنى من عندكم انه تطبع ببالكم، لان يجي من عندها ام سي كيوات واسئله، فلازم تحفظوها مثل ما حافظين اسمكم. نراجع عندنا، احنا قلنا انه هو الشولدر جزء اللي فوقاني من دلتويد، سوبر كلافيكولار نيرف من هنا حيغذي لك لك اكزيلر نيرف سوبيرير لاترال كوتينوس نيرف اوف ذا ارم، بعدين من هنا يجيك الريديال انفيرير لاترال كوتينوس نيرف اوف ذا ارم، ومن هنا قلنا انه عندنا انتركوستر بريكال نيرف لا تتذكروا. فهاي المنطقه، هاي المنطقة شوفوها، هاي المنطقة كلها تجينا من الميديال كوتينوس نيرف اوف ذا فورام، او اسمه الثاني ميديال انتبريكال، انتبريكال كوتينوس نيرف نفس الشيء، انت يعني بريكال هاي انتبريكال اللي بعد البريكال، فميديال كوتينوس نيرف او ميديال انتبريكال سموها ميديال كوتينوس نيرف مثل ما قال بالمزامة حتى بالدخون. ميديال كوتينوس نيرف يغذي لك الانتيرو ميديال اند بوستيرو لاترال. خلينا نشوف هسه هاي يا شباب، هذا الجسم مالتنا، وهذا الميديال سايد مال ارم، وهذا اللاترال سايد، وهاي الانتيرير سيرفيس. فانتيرو ميديال سايد، ماشي، هاي الانتيرو ميديال سايد اوف منو اوف ذا فورام، زين. هذا البوستيرير سيرفيس، وهذا من هو؟ ها من هنا الميديال، هذا البوستيريو ميديال. شوفوا شلون بوستيريو بوستيريو سيرفيس والميديال على الجسم، بوستيريو ميديال سيرفيس اوف ذا فورام، قال لك الى حد الريست جوينت، ماشي، الى حد الريست جوينت، ويقف الميديال كوتينوس نيرف اوف ذا فورام. ماشي يا شباب، هسه فهمنا هاي المنطقه من قاعد تجي حتى على مود، هاي المنطقه اللي هي انتيريو ميديال، وهاي المنطقه اللي هي بوستيريو، شو الظهر، الظهر بوستيريو ميديال لحد الريست جوينت، كلها تجينا من الميديال كوتينوس نيرف اوف ذا فورام، حتى لما نجي نفتهم هاي المنطقة الخضراء شنو. The lateral cutaneous nerve of the forearm يا شباب، أحد يتذكر هذا النيرف شنو؟ أذكركم أنا، إذا تتذكرون أكو فد نيرف اسمه muscular cutaneous nerve، muscular cutaneous nerve. هذا muscular cutaneous nerve شوفوا يطلع لك منين؟ من lateral cord of the breaker of axis. وراجع لكم إياه شوية، قال لك إنه يخترق يطب بالعضلة اللي اسمها كوراكو بريكيالس، ماشي، وراها يمشي لك بين بريكيالس بين البايسبس، ويغذي لك الكراكو بريكيالس والبايسبس والبريكيالس. ورا ما غذى هو اسمه مسكولوكتينوس، فراح راحت الفايبرات تغذي المسلس، فبقى بس كوتينوس الرجال، زين، فصار لاترال كوتينوس نيرف اوف ذا فورام. هذا اللاترال كوتينوس نيرف اوف ذا فورام راح يغذي لك هاي المنطقه، ماشي، وهاي المنطقه اللي هاي المنطقه شنو هي؟ اللي هي هاي المنطقة الانتيرير، هذا البالم، هاي الانتيرير، فهاي الانتيرير انتيريو لاترال، وهاي البوستيريو لاترال سيرفيس اوف ذا فور ارم. فعرفنا الفور ارم شنو يغذيها، تمام، كوتينوس نيرف، اوكي، عرفناها شنو يتغذى. خلينا نرجع على الحكي، يقول لك لاترال كوتينوس نيرف اوف ذا فور ارم which arise which is the direct continuation of the muscular cutaneous nerve. It arises between the brachialis and biceps. شفنا الحكي. Divide into anterior and posterior branches. Supply the skin over the lateral surface of the forearm. Lateral surface. Okay. زين.
عرفنا الحكي هذا كله. شوف ينقسم لك الى anterior and posterior وغير ذلك lateral surface of the forearm. هسه deep fascia of the forearm, انه deep fascia of the forearm which is the continue تكمل with brachial fascia of the arm and with the deep fascia of the hand. هي عبارة عن فاشية موجودة تحت الجلد، حشوفكم الصورة مالتها. The strong interosseous membrane. عندنا interosseous membrane شوفتكم يا بداية المحاضرة. Connect the interosseous border. انه شنو interosseous border يا شباب؟ شوفوا هذا ال interosseous membrane اكو على العظمين، فد border اسمه interosseous border يجي يرتبط عليه interosseous membrane، فهذا يقصد بال interosseous border. ماشي يا شباب؟ يقول لك the strong interosseous membrane connects the interosseous border of the radius and ulna throughout their length. على طول العظمين. Separate the anterior from the posterior compartment of the forearm. شنو يعني anterior posterior compartment of the forearm؟ راح نعرفها من خلال هاي الصورة. فشوفوا يا شباب هاي الصورة، بالبداية اكو عندنا جلد، تمام؟ هذا الجلد، جوا الجلد اكو فات شوية دهن، وهنا عندك الديب فاشيا. هاي الديب فاشيا يا شباب اللي تمتد من فوق من الارم وتنزل لك لجوا، هاي الديب فاشيا تحيط لك بالفور ارم، اوكي؟ وعندك الانتروسيس ممبرين بين الراديوس بتوين الالنا، ماشي؟ هذا الانتروسيس ممبرين يقسم لك ويا والانتروس انترمسكولار سبتم، يقسم لك الفور ارم الى انتيرير كومبارتمنتس اكبر والبوستيرير كومبارتمنتس. هاي الانتيرير كومبارتمنت قلنا بها الفلكسرات فلكسر مسلز، والبوستيرير كومبارتمنت بها الاكستنسر مسلز. ماشي يا شباب، فهمنا هاي الصوره، فهمنا الارم شلون تتقسم الى انتيرير اند بوستيرير، تتقسم الى انتيرير بوستيرير عن طريق فد فشي كلش حلو، انه عندنا فد مثل الجوارب فيشه ديب فيشه تحوط مدار الارم، اوكي؟ وبالنص عندنا ممبرين نسميه انتروسيس ممبرين، اوكي؟ من هاي الجهه عندنا انترمسكولار سبتم، فهاي الانترمسكولار سبتم ويا الانتروسيس ممبرين هاي كلها اللي هي تمتد من الديب فيشيا لحد الديب فيشيا، هذا الراديوس يكون وين؟ تحت، يعني مباشرة تحت الجلد، فما يحتاج انترمسكولار سبتم للخة لان هو مرتبط دايركتلي ويا الديب فيشيا، لا تطخون تطخون الراديوس انه هو تشوفه تحت الجلد. هاي تشوفوا شنو هو البوستيرير كومبارتمنت والانتيرير كومبارتمنت، قسمت لنا الفورام على هذا الاساس. اوكي زين، هسه حاني حطيت لكم هاي الصوره حتى بس تفهمون النيرفات. شوفوا النيرفات، ان هاي الديب فيشة، شوفوا يا شباب هاي الديب فيشة كلها، اوكي؟ هاي الديب فيشة هاي صارت فوق العضلات، العضلات من بينه، ليش؟ لان اكو فوقها فيشة، هاي الفيشة تفصل لك الفينات السوبرفيشال والنيرفات اللي تسوي لك كوتينوس انرفيشن عن الديب ستراكشرز، عن المسلس اللي موجوده جواها. فشوفوا يا شباب ان عندكم هنا هذا البوستيريو، هذا من هنا اللاترال كوتينوس نيرف يغذي لك هاي المنطقه، من هنا الميديال كوتينوس نيرف. ماشي يا شباب زين، شوف هذا الانتبريكال نيرف انتيرير وبوستيرير اللي هو هذا الانتيرير برانش، هذا البوستيرير برانش مال منو؟ مال ميديال كوتينوس نيرف اوف ذا فورام، وهذا الانتيرير والبوستيرير برانشز اوف ذا لاترال كوتينوس نيرف اوف ذا فورام. شوفوا هنا شلون يجي هذا اللاترال، هذا البوستيرير برانش اوف لاترال كوتينوس نيرف اوف ذا فورام يغذي لك هاي المنطقه كلها، هذا البوستيرير برانش مال ميديال كوتينوس نيرف اوف ذا فورام يغذي لك هاي المنطقه كلها. اوكي فهمنا لحد الان؟ جيد. هسه نجي على فشي كلش مهم اسمه muscles of the front of the forearm. يقول لك extensor muscles is brachioradialis which is the only extensor muscle which can be seen from the anterior surface of the forearm. ليش يقصد؟ انه عندك يعني من قدام الفلكسرات، يعني شوف يعني اذا تباوع على ايدك الانتيرير سيرفيس مالتها راح تشوف الفلكسرات كلهن، ما تقدر تشوف الاكستنسرات عدا عضله واحده اللي هي بريكيو رادياليس. خليني اشوفكم الصوره. هسه انت هاي الانتيرير سيرفيس مال ارم، انت من تباوع على الانتيرير سيرفيس مال ارم راح تشوف العضلات الفلكسرات كلهن، بس تقدر تشوف عضله واحده اكستنسر اللي هي بريكيو رادياليس، هي طالعت لك من هنا وجايه من قدام، اوكي؟ من قدام. هسه اقول لكم على الاكشن مالتها اللي قدام ان شاء الله. فيقول لك انه extensor muscle is brachioradialis which is the only extensor muscle can be seen from the anterior surface of the forearm. هسه نجي نحكي على flexor muscles.
احنا ليش حكينا على extensor muscle؟ يعني احنا قاعد نحكي على muscles of the front of the forearm، يعني المسلز اللي موجودة من قدام، اوكي؟ فنحكي على الفلكسرات كلهن، نحكي على extensor واحدة اللي هي brachioradialis اللي هي موجودة بالفرونتس، هي المسل الوحيدة الاكسنسر الموجودة in front of the forearm. هسه نجي نحكي على flexor muscles، المسلز اللي يسوي لك flexion بالfingers بالwrist joints، اوكي؟ نقسمها الى superficial group and deep group. السوبرفيشال جروب اكيد حيكون لفوق والديب جروب حيكون جواها. يعني هو بالمحاضرة هاي ما حاكي لك هواية عن المسلس، هي بيها تفاصيل كل شيء هواية، فمختصر لك اياها قدر الامكان. يقول لك السوبرفيشال جروب اول شيء البرونيتر تيريس، فلكسر كاربي ريديارس، بالمارس لونغس، فلكسر كاربي النارس، فلكسر ديجيتوروم سوبرفيشالس. هاي السوبرفيشال جروب، شوفوا يا شباب، يعني من خلال الاسم تقدرون تتنبؤون بالعضلة وين تروح. أول شغلة البرونيتر تيريس، البرونيتر يسوي البرونيشن، إذا أكيد مرتبطة بين الراديوس والأرنا. الفلكسر كاربي ريديارس، الفلكسر يسوي فلكشن، كاربي على الكاربال بون، ريديارس على جهة الراديوس. بالمارس لونغس، بالمارس تروح لنا على البالم. فلكسر كاربي النارس، فلكسر يسوي فلكشن، flexion كاربي على الكاربال بونز، النارس على جهة الألنا. flexor digitorum superficialis، digitorum شنو يعني؟ يعني تروح لنا على الأصابع. الديب جروب بها flexor digitorum profundus، profundus ماشي، والflexor bolus longus and pronator quadratus. شوف pronator شنو يعني؟ pronation. quadratus شنو يعني؟ quadra يعني أربعة، quadratus رباعية أضلع، يعني بشكلها مربع، أوكي؟ أو بها أربع أضلع. ماشي يا شباب؟ أشوفكم المصص. هسا أول شغلة إنه إحنا دنبوع وين؟ دنبوع على الفور آم منين؟ بجهة الـ anterior aspect. فهاي العضلة منية؟ هاي العضلة اسمها pronator teres. كلهن يطلعن من الـ medial epicondyle of the humerus. ذني الفلكسرات كلهن يطلع لك من الميديال ابيكوندايل، اما الاكسنسرات كلهن يطلع لك من لاترال ابيكوندايل. فانت هسه خلي ايدك على الفور ارم وسوي فلكشن، راح تحس انه العضلات اللي قدام هي اللي قاعده تتقلص، خليهن يتقلصن وحسهن، حس التقلص وين يروح؟ دي يصل للميديال ابيكوندايل. فذني العضلات كلهن يطلعن من الميديال ابيكوندايل. اول وحده بالسوبرفيشال جروب هي البرونيتر تيريس، ثاني وحده فلكسر كاربي ريديالس، جواها جواها النوب بالمارس لونغس، جواها النوب فلكسر كاربي النارس. ماشي يا شباب؟ وهاي فلكسر ديجيتورم سوبر فيشالس، برونيتر تيريس، فلكسر كاربي ريديالس، بعدين بالمارس لونغس، بعدين فلكسر كاربي، فلكسر ديجيتورم سوبر فيشالس. تمام. شوف هسه شلنا ذني العضلات، شوفن ذني هذني شلناهن يطلع لك من الميديال ابيكوندايل. نجي على العضلات الديب، طبعا هذا نسميه كومن فلكسر تندون، يطلع لك من الميديال ابيكوندايل، قلناها كومن فلكسر تندون مال السوبرفيشال جروب. هسه شلناهن العضلات السوبرفيشال، راح يطلع لنا جواها الفلكسر ديجيتورم بروفندس. شوف شلون قاعد تجي وين هاي الفلكسر ديجيتورم بروفندس، قاعد تروح على الديستال فالانكس. اما الفلكسر ديجيتورم سوبرفيشالز قاعد تروح على البروكسيمال فالانكس، الاثنين يساهمن بالفليكشن مال الفالانكس. ماشي يا شباب؟ فالفلكسر ديجيتورم بروفندس بالديب جروب تروح لك على الديستال فالانكس. شوفوا شوفوا شلون قاعد تجي وتروح على الديستال فالانكس. فلكسر ديجيتورم سوبرفيشالز قاعد التندم مالتين ينقسم الى قسمين، على البروكسيمال على ميدل فالانكس، ميدل فالانكس، وحتى على مود يعني ينقسم الى قسمين حتى على مود يجي التندم مال فلكسر ديجيتورم بروفندس طب من جوا. اوكي يا شباب؟ زين. وهنا عندك البالمارس عفوا فلكسر بوليسس لونجس. شنو يعني بوليسس؟ يعني نروح لنا على هذا الاصبع، على هذا الاصبع، هاي فلكسر بوليسس لونجس. شوفوا شوفوا شلون يجي هنا، نروح لنا على الديستال فالانكس اوف ذا ثامب. ماشي يا شباب؟ زين. بس هنا شلنا العضلات اللي فوق، طلعت لنا فد عضلتين كلش مهمات اللي هي السوبرنيتر، ثلاث عضلات عفوا، السوبرنيتر تيريس، السوبرنيتر والبرونيتر تيريس
والبرونيتر كوادريتس. هاي البرونيتر كوادريتس قلت لكم ان هي بها اربع اضلع، هذا واحد اثنين من مربع الشكل. من تسوي برونيشن فحتسحب الراديوس وتفرها على الالنا، شوف شلون بهذا الشكل حتى عم تفتهموها، يعني هي من تتقلص راح تسحب هذا الجره هيك، شوف شلون نجر الراديوس على الالنا. وهاي هم عندك برونيتر تيريس تطلع لك شويه من الميد بها هيدين، طبعا من فوق واحد من الميديال بكوندال واحد من الالنا، من تتقلص راح تسحب الراديوس وتفرها هيك. فشوف شلون هذا صارت. زين منو يعاكسهم بهاي الحاله؟ يعاكسهم السوبونيتر، اكو عضله اسمها سوبونيتر، هاي السوبونيتر راح تجره الالنا ترجع بمكانه. وهمنا عندك البايسبس، اما البايسبس راح يسوي لك سوبونيشن، هي البايسبس جاي من فوق ترتبط لك وين؟ هنا بالضبط. فالتندن يعني ما صار برونيشن راح تجر البايسبس تندن وين جاي؟ جاي على الراديال، على الراديال تشبروستي، فراح يرجع من يتقلص حيسحب الراديوس يرجع لمكانه. ماشي يا شباب؟ زين هاي البرونيتر كوادريتس يا شباب اريدكم بس تخلوا ليها ببالكم حتى على مود اكو فد حكي متعلق بها لقدام. هسه موضوع كلش مهم اللي هو الارتريز اوف ذا فورام. شوف يقول لك the brachial artery divided at the level of the neck of the radius into radial and ulnar arteries. The ulnar artery is the principal artery supplying the forearm and the radial artery is the principal artery supplying the hand. أن يقول لك أنه الulnar brachial artery هذا على level من neck، انتبه neck ما قال لك الهيد، neck مال radius حينقسم إلى radial وulnar. وقايل لك الالنر ارتري هو الارتري اللي يغذي لك الفور ارم، والراديال ارتري حيكمل لك ويغذي لك الهاند. فاهم ارتري يغذي لك الفور ارم هو الالنر ارتري، واهم ارتري يغذي لك الهاند هو الراديال ارتري. وهمنا الالنر ارتري هو اكبر من الراديال ارتري. اعيد لكم الحكي، brachial artery at the level of the neck of the humerus will divide it into radial artery and ulnar artery. And the ulnar artery is the main artery of the forearm. ماشي؟ وهمنا أكبر من الراديال artery. الراديال artery هو المين artery of the hand. ماشي؟ فشباب خلينا ناخذ لنا فد نظرة قبل نقرأ الحكي حتى على مود تكون عندنا فكرة عن اللي دي يصير اللي قدام، عن الحكي اللي قدام. قلنا البريكر ارتري هي قسم هنا، هسه هذا الالنر ارتري، خلينا نحكي على الالنر ارتري. الالنر ارتري بس مش شويه قبل قام يعطينا افرع، هواي افرع. اول واحد انتيرير الالنر ريكورنت ارتري، ثاني واحد بوستيرير الالنر ريكورنت ارتري. انتيرير الالنر ريكورنت ارتري حيلتقي ويا من والانفيرير الالنر كولاترال، شوفه من فوق هذا من فوق. الانتيرير ulnar recurrent يلتقي النووية الانفيرير ulnar collateral. البوستيرير ulnar recurrent، recurrent يعني يرجع، ماشي recurrent يرجع. فالبوستيرير ulnar recurrent يلتقي النووية superior ulnar collateral artery. ماشي يا شباب؟ زين هسه الulnar artery مش انطانا برانشين، نزل النوب شوية انطانا common intraosseous artery. common intraosseous، intraosseous احنا ما قلنا intraosseous membrane، فعندنا intraosseous artery. common intraosseous artery، common انتبه. ال common intraosseous artery مش شوية كان ينقسم الى anterior intraosseous artery، مش على anterior surface of the intraosseous membrane، مش فوق ال intraosseous membrane. وال posterior intraosseous artery مش على posterior surface of the intraosseous membrane. الانتيرير انتروسس ارتري اللي طلع لنا من الكومن انتروسس ارتري اللي هو من الالنر نيرف الالنر ارتري، الالنر ارتري كومن انتروسس ارتري انتيرير انتروسس ارتري. انتيرير انتروسس ارتري راح يرجع يخترق الانتروسس ممبرن ويطلع يرجع لنا بالبوستيرير سيرفيس. ماشي يا شباب؟ خلوا لي هاي هذا الحكي ببالكم حتى على مود هنقرا اللي مكتوب وتكون عندنا فكره بدائيه عنه. هسه الراديال ارتري، خلينا نقرا الحكي مالت الراديال ارتري، عفوا نشوف الصوره. هسه هذا الراديال ارتري at the level of the neck of the radius انقسم من brachial artery الى radial ulnar.
راديال ارتري بس مشى شوية قبل انطالنا راديال ريكورنت ارتري. شوف هذا الراديال ريكورنت ارتري ماشي يا شباب. زين راديال ارتري سمالر برانش، يعني هو من قال لك الريدر ارتري از ذا سمولر برانش، فبعد ما حاجه يقول لك انه الالنر ارتري هو اكبر، لا هاي معلومه بديهيه انت تعرفها قبل. اوكي فالريدر ارتري ات از ذا سمولر برانش اكستندز ان ذا لاترال سايد اوف ذا فورام ان ذا ابر ثيرد اوف ذا فورام ذا ارتري ران بتوين براكيورديالس اند برونيتور تيريس. هاي المعلومات ترى يعني ما راح تقدرون تبقوها ببالكم اذا ما شفتوا عليها صوره. شوفوا هذا الراديال ارتري بتوين براكيورديالس والبرونيتور تيريس موجود من هو الراديال ارتري بالكيوبيتال فوسا ماشي، اكو بصفه منها لاترالي البايسبس بايسبس تندن ماشي، فبالبروكسيمال ثيرد اوف ذا فورام راديال ارتري يكون موجود لاترالي الى من هو البريكر البايسبس تندن، وموجود لاترال النوب البريكر ديالس وميديال الى منو موجود برينيتور تيريس. زين in the lower parts of the forearm it lie medially to the tendon of brachior ديالس under the forearm fascia which is with the superficial branch of radial nerve on its lateral side. شنو هذا الحكي هذا تجون وين؟ شوف هاي الصورة نفسها، هذا ال distal third of the forearm، هاي الفورام، هاي proximal third، هذا middle third، هذا distal third. The distal third يقول لك إنه الارتري lateral إلى tendon مال brachioradialis، tendon مال brachioradialis هاي lateral، هاي معلومة ذكر جابونيها بلمس كيو إحنا، ماشي؟ with the superficial branch of the radial nerve on its lateral side. مهم من السوبرفيشال برانش مال ريدال نيرف عن اللاترال سايد ما موجوده الصوره. اوكي يعني عرفوا انه اكو سوبرفيشال برانش اوف ذا ريدال نيرف هنا بهالمنطقه. زين هسه نجي نقرا البرانشز تفرعات الريدال ارتري. اول شغله ريدال ريكورنت ارتري. ريكورنت يعني شنو؟ يعني يرجع. ذا ريدال ريكورنت ارتري ارايز فروم ذا لاترال سايد اوف ذا ارتري. نشوف الصوره، نرجع عليها الصوره. هذا الارتري، هذا اللاترال سايد من الارتري، فبالضبط يطلع لنا الراديال ريكورنت ارتري من اللاترال سايد. زين arise from the lateral side of the artery ascend up between the brachialis and brachioradialis. يصعد لنا between the brachialis and brachioradialis. It supply the elbow joints and anastomosis with radial collateral artery. radial collateral artery اللي هو هذا radial collateral artery يطلعنا من البروفندا، هيلتقي ويا الراديال ريكورنت ارتري. ماشي يا شباب. زين المسكولار برانش المسلس الموجود على اللاترال سايد اوف ذا فورام. هسه هو الراديال ارتري موجود على اللاترال سايد فهيغذي لنا المسلس الموجود على اللاترال سايد، والالنر ارتري هو موجود على الميديال سايد فهيغذي لنا المسلس اللي موجوده على الميديال سايد. هاي شيء بديهي. زين هسه عندنا ارتريين كلش مهمات اللي هم بالمر كاربال برانش والسوبرفيشال بالمر برانش. اعرف يا شباب انه هاي الارتريات انتم مرات تخربطون بيهن، فركزوا وياي راح اشرح لكم اياها بطريقه كلش سهله وان شاء الله بعد ما تنسوها. شوفوا يا شباب هسه احنا عندنا هذا من هو الراديال ارتري، تمام؟ هذا الالنر ارتري. ذني الراديال ارتري والالنر ارتري راح يسوون لنا من فوق بالانتيريور سيرفيس فد ارتش نسميه سوبرفيشال بالمر ارتش، ومن جوا راح يسوون لنا ارتش الاخ نسميه ديب بالمر ارتش. فعندنا ارتشين يا شباب، الارتش الاول هو سوبرفيشال بالمر ارتش والارتش الثاني هو ديب بالمر ارتش، تمام؟ هسه هذا الراديال ارتري هنا الحين قسم الى قسمين سوبرفيشال وكاربر. هذا السوبرفيشال بالمر برانش مال الراديال ارتري. هذا السوبرفيشال بالمر برانش راح يمشي ويرتبط، يعني يكون لنا السوبرفيشال بالمر برانش ماشي. هذا السوبرفيشال بالمر برانش هم راح يجي ارتري مين من الراديال ارتري الالنر ارتري، فالالنر ارتري هم بنفس الطريقه راح يمشي وينطينا السوبرفيشال بالمر برانش. هذا السوبرفيشال بالمر برانش راح يلتقي ويا السوبرفيشال بالمر برانش مال الراديال ارتري ويكونون السوبرفيشال بالمر ارتش على التقويسه ارتش، تمام؟
فريديال ارتري والنر ارتري اثنيناتهم انطوا سوبرفيشال بالمر برانش ماشي وسوونا سوبرفيشال بالمر ارتش. وبنفس الطريقة الريديال ارتري انطانا الديب كاربال برانش. هذا ديب كاربال برانش سوونا ديب بالمر ارتش ديب بالمر ارتش. والالنر ارتري هم انطانا ديب بالمر برانش الديب بالمر برانش. شوفوا هذا الديب بالمر برانش هذا يمشي ويلتقينا ويا الديب بالمر برانش مال ريديال ارتري ويكونون الديب بالمر ارتش. راح اعيدها طريقه مختصره. ريديال ارتري مشي انقسم قسمين، القسم اللي فوقاني سوبرفيشال بالمر برانش. السوبرفيشال بالمر برانش هذا راح يلتقي ويا سوبرفيشال بالمر برانش مال النر ارتري ويكونون السوبرفيشال بالمر ارتش ماشي. والريدر ارتري نفسه هم من قسم الى قسمين، القسم اللي جواني اسمه ديب بالمر برانش. هذا الديب بالمر برانش حيلتقي ويا من يلتقي ويا الديب بالمر برانش مال النر ارتري ويسوون الديب بالمر ارتش. فهمتوا يا شباب؟ عندنا ارتشين سوبرفيشال بالمر ارتش وديب بالمر ارتش، اثنيناتهم كل واحد ياخذ من الراديال من النر ارتري من الراديال ارتري. فكل السهله هسه احنا بتفرعات الريديال ارتري. التفرع الثالث اللي هو بالمر كاربال برانش ارايز نير ذا ديستال اند اوف برونيتر كوادريتس. شفتوها البرونيتر كوادريتس يا شباب؟ هاي البرونيتر كوادريتس، هاي ديستال اند مالته راح يطلع البرانش مالتنا اللي اسمه بالمر كاربال برانش. كروس ذا ريست يعني حيعبر الريست جوينت شير ان ذا بالمر كاربال ارتيريال نتورك over the carpal bone. يعني من هما اللي هو deep palmar arch تمام، اللي هي نفسها palmar carpal arterial network of the carpal bone يعني نفسها deep palmar arch. the superficial palmar branch arise from the radial artery before it pass to the dorsum of the hand. شنو يقصد به؟ انه هذا الراديال artery، شوفوا هذا الراديال artery قبل لا يعبر dorsum مال hand، قبل لا يعبره قبل لا يروح لي ورا انطاني سوبرفيشال بالمر برانش. قبل لا يروح لي ورا يفتر لي ورا من ورا الهاند انطاني سوبرفيشال بالمر برانش. هذا اللي اقصد به تمام. السوبرفيشال بالمر برانش رايز فروم ذا راديال ارتري بيفور ات باس تو ذا دورسم قبل لا يعبر للظهر مال هاند. انستموسس اوف ذا سوبرفيشال برانش اوف ذا النر ارتري تو فورم ذا سوبرفيشال بالمر arterial branch. اعتقد فصارت الفكرة واضحة. هسه نجي نحكي يا شباب على الالنر artery. يقول لك الالنر artery هو largest branch of the brachial artery begin in the cubital fossa passing deep to both heads of pronator teres in between the head and the pronator teres. يا شباب ارجع لكم اوضح لكم هاي النقطة، انه هاي العضلة مو اسمها pronator teres يا شباب، مو قلنا بيها head radial humeral head و ulnar head. فهذا الارتري مو من ناطق اكو بريكل ارتري انقسم الى راديال والنر، فالالنر ارتري راح يعبر بين ذا تو هيدز اوف ذا برين ارتريس. ماشي يا شباب. Then it passes downward ينزل لي جوا to meet the ulnar nerve about the middle of the forearm. بالميدل مال فورارم راح يمشي ويا الالنر نيرف. شوفوا شلون هذا الالنر نيرف بيمشي ويا الالنر ارتري. It surprises the deep fascia just proximal to the flexor retinaculum. هاي الفلكسر ريتيناكولم شوفوا يا شباب راح يعبر الديب فاشيا. حتى لو مش يسوي عن الفلكسر ديشترم عفوا. It surprises the deep fascia just proximal to the flexor retinaculum between the tendons of the flexor carpi ulnaris and flexor digitorum superficialis. شوفوا النهاية الصورة. بس هذا التندن مالتمن مال فيكسر فيكسر ديجيتورم روفندس، اكو فوقه فيكسر ديجيتورم سوبرفيشالس، ومن هنا فيكسر كاربي النارس. فموجود الارتر هنا هذا الالنر ارتري، ميديال الى الالنر نيرف، لاترال الى فيكسر ديجيتورم سوبرفيشالس اللي هي صار لي فوق ماشي، وجواه فيكسر ديجيتورم روفندس. ماشي يا شباب زين. فهنا بهاي المنطقه يقول لك انه هيعبر الديب فيشيا زين.
أنا حاط لكم هاي الصورة حتى أبين لكم إنه الألن هذا شوفوها، هذا الريديال أرتري، الألنر أرتري، هذا الألنر أرتري. فشكو ميديال إليه؟ أكو الألنر نيرف، وأكو هاي التندن مال فلكسر كاربي ألنارس. شوفوا الفلكسر كاربي ألنارس، هاي ذكرتنا من قبل MCQات، قلنا الألنر أرتري بالدستر مال فور آم شنو أكو موجود إليه بالميديال، شنو أكو موجود إليه باللاترال. فبالبداية عرفوا ليها إنه فلكسر كاربي ألنارس. ليش ألنارس؟ لأنها جهة الألنا، بعدين الألنر ألنر نيرف، بعدين الألنر أرتري، بعدين فلكسر ديشتورم سوبرفيشيالس تندنس. أوكي، وهذا من هو الميديال نيرف. الميديال نيرف لازم تعرفوا منو ميديال إله، منو لاترال إله. الفلكسر كاربي ريديالس لاترال إله، والميديال إله هو هذا التندن مال العضلة مال بالمارس نانجس. كلش معلومة مهمة هاي. هنا عندك الريديال أرتري هم هنا، شوف شلون يعني هو هذا السوبرفيشال برانش مالته، قال لك قبل لا يعبر، قبل لا يعبر يعني هنا بهاي المنطقة حيعطي لك السوبرفيشال برانش، قبل لا يعبر على الدارسم اوف ذا هاند حيعطي لك السوبرفيشال برانش حتى على مود السوبرفيشال برانش هذا ويس مال راديال ارتري، والسوبرفيشال برانش مال انر ارتري يكون السوبرفيشال بالمر برانش. ماشي، هاي يا شباب بالمر ابونيوروسيس. شنو شغل بالمر ابونيوروسيس؟ تبقي لك البالم راحة اليد انه تكون شوية ثخينة، فلا تضغطون براحة اليد مالتكم راح تشوفوها انه هي مو كلش يعني خفيفة، لا انما اكو فشي تحسوا لي جوا فشي ثخين، هي هاي البالمر ابونيوروسيس انه تقوي لك البالمر اسبكت اوف ذا هاند. من يرتبط بها شباب؟ البالمارس نونغس، هاي تجي ترتبط بالبالمارس بالبالمر ابونيوروسيس. هذاك الفيزيفون بون ماشي، وهذا الفلكسر كاربي ألناريس يجي يرتبط يمها. اوكي، وشوفوا هنا الألنر ارتري والألنر نيرف يعني طبون لاترال الى هذا البون. اوكي، هاي معلومه لازم تعرفوها. شوفوا لي يا شباب هاي معلومه لازم تبقوها دائما ببالكم، راح تنسالون بها كل شيء هوايه وبعده مراحل، يعني حتنسالون بها حتى بفرع الكسور. يعني هذا الميديال نيرف يا شباب اللي يطب من جوه الفلكسر ريتيناكلوم، اللي يطب ديب ماشي، اللي يطب اكو شيء اسمه كاربال تنل، هاي كاربال تنل مثل النفق يطب من بين التندنات كلهن، ويطب بي الريديال نيرف. فمرات يصير بالكاربال تنل يصير كومبريشن، تضيق هاي المنطقة فيصير سيندروم يسمي كاربال تنل سيندروم. هذا كاربال تنل سيندروم راح يضغط على الميديال نيرف، فشكو منطقة يغذيها الميديال نيرف كسنسيشن راح يصير بها خدر اللي هي الأطراف مال الأصابع، عدا المنطقة اللي يغذيها هذا البالمر برانش اوف ذا ميديال نيرف، هذا نسميه سوبرفيشال بالمر برانش اوف ميديال نيرف. انه اذا صار كاربال تنل سيندروم فهذا النيرف حيغذي لك هاي المنطقة كسنسيشن بالرغم من انه الميديال نيرف مضروب. اوكي زين، هنا انا حاط لكم هاي الصور حتى على مود ابين لكم انه هذا الالنر ارتري. شوف الالنر خلينا نبديها من البداية، هذا من هو الفلكسر كاربي ألنارس ماشي، وراه يجينا الألنر نيرف، وراه الألنر أرتري. أوكي يا شباب، وهاي الفلكسر ريتيناكلوم يطب من جوه الميديال نيرف، وقلنا من فوقها هيعبر من هو السوبرفيشال برانش أوف الألنر أرتري. شوف هذا الألنر سوبرفيشال برانش أوف ميديال نيرف عفوا، هذا الألنر أرتري يا شباب هيجي يعطيك السوبرفيشال بالمر برانش. شوف هاي السوبرفيشال بالمر برانش، هذا راح يسوون السوبرفيشال بالمر ارتش. اوكي، السوبرفيشال بالمر ارتش اذا ياخذ من الألنر نيرف وياخذ من الريديال نيرف عن طريق السوبرفيشال بالمر برانش اوف ريديال نيرف، عفوا الريديال ارتري. اذا السوبرفيشال بالمر ارتش هذا دا ياخذ من الألنر ارتري عن طريق السوبرفيشال برانش اوف ألنر ارتري، ياخذ من الريديال ارتري عند السوبرفيشال برانش اوف ريديال ارتري. شوف هذا الريديال ارتري يعني يعبر الدورسم اوف ذا هاند ماشي، بس قبل لا يعبر حيعطيك هذا البرانش اللي هو اسمه سوبرفيشال بالمر برانش اوف ريديال ارتري. هاي العضله اللي بالنص اسمها بالمارس لونجس، تجي ترتبط لنا بالبالمر ابونيوروسيس اللي قلناه هنا. شوفوا يا شباب انه هاي الصورة انا هم احط لكم اياها حتى عم بس اسرون يعني اورينتد شويه تفهمون ايش يصير ما يصير. فيا شباب انه هاي عندنا العظام مال كاربال بونز، هنا انا هاي فلكسر ريتيناكيلوم ماشي يا شباب، فيطب من جواها الميديال نيرف، هذا الميديال نيرف. اوكي، يطبون من جواها من الفلكسر ديشتورم سوبرفيشالس، فلكسر ديشتورم بروفندس، والفلكسر بوليسيس لونجس ماشي. وهنا يعني فوق هذا فوق الفلكسر ريتيناكلوم دا يطلع لك الألنر نيرف
دي يطلع لك الارنر ار 3 يطلع لك البالمارس لانجاس ماشي. هنا عندك فيكسر كاربر ديالس هتروح هيك من شوف على الدورسم اوف ذا هاند يعني ثني عندك الاكسنسرات هسه احنا كنا نحكي على الراديال ار 3 الالنر ار 3 وحين نحكي البرانشات مال الالنر ار 3 فاول ار 3 هو انتيرير الالنر كولاترال ار 3 وبوستيرير الالنر كولاترال ار 3 وكمان تروسس ار 3 شوف يا شباب احنا نجي على الصوره هاي هذا الالنر ار 3 اول ما عبر قلنا ينطلق الانتيرير الالنر كولاترال ار 3 يلتقي لنا وين الانفيرير الالنر كولاترال يعطيك الانتيرير الالنر ريكيرنت ار 3 اللي يلتقي لنا وين الانفيرير الالنر كولاترال ار 3 ينطيك البوستيرير الالنر ريكيرنت ار 3 اللي يلتقي لك ويا السوبيرير الالنر كولاترال ار 3 اذا الانتيرير والانفيرير والبوستيرير ويا السوبيرير ومشى شوية طاق الكومن تروسس ار 3 الكومن تروسس ار 3 حطيك الانتيرير تروسس ار 3 والبوستيرير تروسس ار 3 من هنا من البوستيرير تروسس او من الكومن حينطيك من هو انتك هذا الريكرنت تروسس ار 3 سمي ريكرنت تروسس ار 3 هم حيلتقي لك يروح يسوي لك الانستموسس اراوند البو جوينت انتيرير الانر ريكرنت ار 3 arise below the elbow, runs upward, supply the adjacent muscles and anastomosis with the posterior or superior and inferior ulnar collateral arteries. The posterior ulnar recurrent artery is the largest and then posterior akbar than the anterior branch. It arises below the anterior branch, jaw anterior branch, ascend upward to the back of the medial epicondyle يعني شنو to the back of medial epicondyle يعني من وراء الميديال epicondyle حيمشي لأن هو اسمه posterior anastomosis ويمين with superior and inferior ulnar collateral artery and with the introsus recurrent artery as a common introsus artery يقول لك arise from the radial side يعني شنو يعني lateral side of the ulnar artery about 3 cm of its origin يعني 3 سنتيمترات من طلع الكومن تروسس ارتري من طلع الالنر ارتري قبل راح نعطيك الكومن تروسس ارتري it passes between fixed pollicis longus and fixed sternum profundus between fixed pollicis longus fixed sternum profundus اللي هي عضلات يا شباب الديب muscles of the forearm to reach the upper part of the introsus membrane بالابر بارت من تروسس membrane الكومن تروسس ارتري راح ينقسم لك الى anterior introsus artery و posterior introsus artery يحكي على anterior introsus artery يقول لك descends of the anterior surface of introsus membrane شفنا الصورة انه anterior introsus artery يمشي لك على anterior surface of introsus membrane as far as the proximal border of pronator quadratus لحد the proximal border of pronator quadratus اللي هو يا هو the proximal border هذا the proximal border of pronator quadratus اللي هو شكو بال proximal border of pronator quadratus اكو هاي الفتحة هاي الفتحة يا شباب اذا ذكروها راح يطب بيها الانتيرير انتروسس ارتري اتا كوم as far as the proximal border of pronator quadratus muscle لحد هناك اتا accompanied by an anterior انتروسس nerve a branch of a median nerve يعني هو راح يمشي ويا من هو راح يمشي ويا الانتيرير انتروسس نيرف اللي هو مال من مال median nerve زين ايش راح ينطينا راح ينطين يعني هذا الارتري اللي هو anterior introsus artery راح ينطيك يغذي لك المسلز to the adjacent يعني muscular branches to the adjacent muscles يعني في التفرعات صغيره تروح من المسلز والnutrient artery to the radial ulnar ممكن يجي لك ام سي كيو ويقول لك انه من هو الارتري اللي يغذي لك الالنا او الراديوس فانت تقول anterior introsus artery ماشي ليش anterior introsus artery لانه هو اقرب اوكي بالاضافه لانه الالنا هو الاكبر والالنا الارتري هو المسؤول عن الفور ارم فاكيد النيوتريانت ارتري حيجي لك من الالنا الارتري اللي هو اكبر واللي هو مسؤول عن الفور ارم ميديان ارتري از ات از along the slender branch accompanied by median nerve to the palm هذا يروح لك للبالم at the upper border of pronator quadratus muscle The anterior introsus artery gives a small palmar carpal branch with shear in the carpal network يعني يمن الـ upper border of pronator quadratus حنطيك branch صغير روحنا على carpal network The anterior introsus artery then
penetrates the interosseous membrane من الفتحة اللي شوفتكم إياها and passes to the dorsum of the forearm. يروح لنا على dorsum of the forearm just above the wrist as the dorsal terminal branch which anastomosed with the dorsal terminal branch of the posterior interosseous artery. يعني شنو؟ يعني قبل يصل ال wrist joints the anterior interosseous artery راح يعبر من الانتيرير انتروسس من الانتيرير كومبارتمنت الى البوستيرير كومبارتمنت عن طريق فتحه موجوده بالانتروسس ممبرين. ماشي، يرتبط لنا ويا البوستيرير انتروسس ارتري. اوكي شباب، زين شوفوا شلون هذا الانتيرير انتروسس ارتري يطلع لك من هنا يعبر يرجع البوستيرير كومبارتمنت. زين شوفوا شلون هذا الالنر ارتري، يعني هذا الالنر ارتري منه هو هذا الالنر ارتري بالضبط هذا، بس منا ننطق الكومن انتروسس ارتري اللي طانا انتيرير انتروسس ارتري والبوستيرير انتروسس ارتري. اسالكم سؤال، من هو اللي يغذي الالنا والراديوس بونس يا ارتري؟ انتيرير انتروسس ارتري هذا اللي يغذيهم. شوف فوق البرونيتر كوادريتس راح يعبر ال الانتروسس ممبر يخترقها. زين اسال posterior interosseous artery يقول لك it is the smaller than anterior one، يعني هو منه اصغر من الانتيرير anterior interosseous artery passes to the back of the forearm، يروح لك على الباك اوف ذا فورام. ماشي، هسه ذني يا شباب احنا قلنا بالبدايه انه انطانا ال recurrent الفرعين recurrent anterior posterior recurrent ذني اثنين البرانشات مال ulnar artery الانتيرير والبوستيرير recurrent. ماشي، وراها قلنا الكومن interosseous artery هذا الثالث، وهسه نجي على الفرع الرابع اللي هو muscular branch to the muscles of the ulnar side. هسه يا شباب ال muscles of the radial side من يغذيها؟ ال radial artery. ال muscles of the ulnar side من يغذيها؟ ال ulnar artery. ال muscles deep in structures من يغذيها؟ يغذيها ال posterior والanterior interosseous artery اللي هي branchات مال common interosseous artery اللي هي branch من الالنر ارتري. هسه ذني البرانشين اللي حكينا عليهم قبل شوي نرجع نحكي عليهم نوب. بالمر كاربال برانش والدورسال كاربال برانش. يقول لك بالمر كاربال برانش it is the smaller branch صغير برانش arises at the upper border of flexor retinaculum. It passes across the wrist to unite with the palmar carpal branch of radial artery. palmar carpal branch تذكروها شباب، هسه اذا ما تذكروها حذكركم بها النوب. palmar carpal branch of the anterior interosseous artery and ascending branch of the deep palmar arch to form the palmar carpal network. with dorsal carpal branch rise above the pisiform bone winding around the border of the wrist to reach the dorsal surface anastomosed with the dorsal carpal branch of the radial artery terminal branches of anterior and posterior interosseous artery to form the dorsal carpal arterial arch. شوفوا يا شباب انا هم احط لكم هاي الصوره توضح لكم اكثر الشغل اللي دا يصير. فيا شباب هذا radial artery قلنا انه ينطلق superficial ومن جوه ينطلق الدورسال. السوبرفيشال برانش راح يلتقي لك ويا السوبرفيشال برانش مال الراديال ارتري مال الالنر ارتري ويسوي لك السوبرفيشال بالمر ارتش. ماشي، زين هسه هاي الصوره توضح لك اكثر اللي يصير. سوبرفيشال بالمر برانش مال الراديال ارتري ويا من ويا السوبرفيشال بالمر برانش مال الالنر ارتري يسوي لنا السوبرفيشال بالمر ارتش. زين هسه هذا الدارسل او الكاربال برانش اوف الراديال ارتري راح يلتقي لنا ويا من ويا الكاربال برانش او الدارسل اللي شو مسمي لك يا ابو الله هنا دارسال كاربال برانش. وهسه هذا الدارسال برانش مال الراديال ارتري ويا الدارسال كاربال برانش هذا الدارسال كاربال برانش مال الالنر ارتري حيسوي لنا من هو الديب بالمر ارتش. ماشي يا شباب، وهنا تجينا فت كونتينويشن مال ارتريز اللي من الانتيرير بوستيرير انتروسيس. ماشي كملنا هنا هاي الصورة نفس الشيء نفس الحكي، يعني هي بكل بساطة superficial 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 palmar arch deep or dorsal deep or dorsal deep palmar arch كل السهلة. هسه يا شباب نجي نحكي على النيرفات nerves of the anterior compartment of the forearm. أول شيء عندنا ulnar nerve.
شوف الألنر ليف يقول لك it enters the forearm behind the medial epicondyle of the humerus between the two head of flexor carpal nerves supplying it and medial half of flexor digitorum profundus. Then it descends between the between these two muscles joined by ulnar artery above the middle of the forearm. At the rest, lateral to the pisiform bone, it divided into superficial and deep. نترجم الحكي هذا. شوف الألنر أرتري أول ما هيطب للفورام يطب لك من جوا الميديال بيكوندايل. يمشي لك بين من وبين من بين الفيكسر شتورم بروفندس وبين فيكسر كاربي ألنارس. إنه هاي الشباب هاي العضلة قسمون ليها نصين. ماشي. نص الميديال مالته اللي هو ألنر سايد نسميه يغذي لك اياها الالنر نيرف، واللاترال سايد وهو الريديال سايد يغذي لك اياها الميديال نيرف. هاي العضله ما تكون تنسوها، تتغذى بنيرفين اقسمها بالنص، الجزء الميديال يغذي لك اياها الالنر نيرف، الجزء اللاترال يغذي لك اياها الريديال نيرف. ماشي يا شباب؟ وهذا النيرف حيكمل اللي جوا ينزل هنا راح يمشي ويا الريديال ارتري الا عفوا الالنر ارتري. ماشي. وهنا حينقسم لك الى دورسال، حينقسم لك الى سوبرفيشال وديب. البرانشز مالته اول شيء الارتيكولار برانش تو ذا البو، the muscular branch, the flexor carpi ulnaris, and medial half of flexor digitorum profundus. بس ضمن العضلتين. بقية شغلة وين؟ كلها بالهاند. Palmar cutaneous branch arise at the middle of the forearm, descend to the palm. هنشوفها، بس نشوفها. Dorsal cutaneous branch يقول لك rise 5 cm above the wrist. شوف يا شباب. هسه هذا ال ulnar nerve شو راح يغذي لك من السنسيشن بالهاند؟ راح يغذي لك بالبالمر اسبكت اصبع ونص ليتل فينجر ونص الرينج فينجر، بينما بالدورسال اسبكت حيغذي لك منه يغذي لك اصبع ونص وشويه من الثالث. هذه لان تحفظهم كل زين ترى تجي هوايه بالاسئله. زين هسه عندنا الميديال نيرف يقول لك it leaves the cubital fossa by passing between the two head of parietal teres. الشباب البرينتال تيرس اذا تكون بها هيد هيومرال وهيد النر، فاكو بيناتهم فتفتحة صغيرة راح تطب من عندها الميدل نيرف. ماشي. descend in the middle of the forearm accompanied by median artery. At the rest it lies lateral to the tendon of palmaris longus muscle. It enter the hand bypassing in the carpal tunnel deep to the flexor sinaculum. زين هشوفكم فتشي هذا يقبعكم. شوف هذا الميدل نيرف، هذا منو هذا؟ هذا البالمارس لونجس. فالميديال نيرف لاترال تو ذا بالمارس لونجس، الميديال نيرف ميديال تو ذا فليكسر كاربي ريديارس اللي هي هاي. ماشي يا شباب. زين وهاي شوفوا هاي شباب، هاي فليكسر سناكلوم الميديال نيرف يطب ديب الها، وقبل لا يطب بيها الميديال نيرف قبل لا يطب الفليكسر سناكلوم راح يطي فد برانش اسمه بالمار برانش اوف ميديال نيرف. هذا البالمار برانش يغذي لك هاي المنطقة كسنسيشن. البرانشز مالت ارتكولر يعني تو ذا البو جوينت والمسلز. شوف من الميديال نيرف حينطي لك الميديال نيرف بحد بنفسه النيرف الكبير راح ينطي لك البرينتر تيريس اللي طب من يمها فلكسر كاربي ريديالس والبالمارس لونجس فلكسر ريجتورم سوبرفيشالس اللي هن العضلات اللي صارت سوبرفيشال. اما العضلات الديب فحينطيها الانتيريور تروسس نيرف يقول لك arise from the back of the nerve at the cubital fossa. بالcubital fossa الميدل نيرف راح ينطي لك anterior introsus nerve. descend on the introsus membrane يشيلك على introsus membrane ويمشي ويا anterior introsus artery. it supply the radial part of the flexor digitorum profundus. قلنا الفلكسر digitorum profundus انجر بها خط نقسم قسمين، قسم الالنر او اللي نسميه ميديال يعطيك اياه يغذي لك اياه الالنر نيرف، والقسم اللاترال او نسميه الراديال سايد. هو راديال سايد يعني لاترال سايد، يعني راديال سايد لانه على جهه الراديوس يغذي لك يا الميديال نيرف. من هو الميديال نيرف؟ يا فرع مالته الانتيريور تروسس نيرف. اوكي. فليكسر بورسس لونجس اللي هي الديب ستراكشر يغذي هذا النيرف منه. برينتر تيريس برينتر كوادريتس. ماشي. اند سنسوري تو ذا ريست. هسه بالمار كتونس برانش كنا شفناه قبل شوية قبل لا يطب التندر من الفكسر سناكلم حيطلع لك نيرف يصعد من فوق الفكسر سناكلم يغذي لك البالمر اسبكت. يا شباب شوفوا هذا البالمر اسبكت. هسه هاي المنطقة قبل شوية قلنا انه يغذي لنا الالنر نيرف اتذكر.
مع اصبع ونص، بقية كل غير ذلك الميدل نيرف. هاي المنطقة قلنا، هاي المنطقة هيجي كلها هيجي، كلها غير ذلك ياها من هو الالنر نيرف. اما ذني بس ذني شوية حصة الميدل نيرف من الدورسم اوف ذا هاند، انه بس الاندكس والميدل فينجر وشوية من الرينج فينجر وشوية من الثامب. هاي يا شباب يعني انتو لا تحفظوا لي الحكي، اطبعوا لي هاي الصورة ببالكم وبعد ما تحتاجون اي حكي تذكروني زين. هذا الميدل نيرف حكيناها وهاي حكيناها. هسه الاكسنسر كومبارتمنتس اوف ذا فورام اند هاند كوتينوس نيرفز. شوف يا شباب البوستيرو كوتينوس نيرف اوف ذا فورام، خلينا نشوف هاي الصورة، خلينا نشوف هاي الصورة. هسه هذا الانتيريور سيرفيس قلنا انه هو بالميديال سايد هو الميديال كوتينوس نيرف اوف ذا فورام اللي هو برانش بحد ذاته من بريكر بلكسس، واللاترال سايد هو اللاترال كوتينوس نيرف اوف ذا فورام اللي هو التكملة مال ماسكولو كوتينوس نيرف، وذن النيرفين نفسهم يغذلن الميديال سايد من هنا واللاترال سايد من هنا. بس اكو ديفكتس، اكو فد منطقة نقص البوستيرور سيرفيس مال فورام، هاي هنا ماكو في شي يغذيها، انما ما يغذلن هذول النيرفات، انما يحج نيرف اسمه بوستيرور كوتينوس نيرف اوف ذا فورام يغذلنا يا هاي المنطقة اللي هو برانش مال ريدال نيرف. ماشي يا شباب، شوف ريد النيرف حتى من فوق يعني بالبوستيرير سايد من الارم ينزل لحد الريست، وحتى بالهاند هم يغذي. فالبوستيرير كوتينوس نيرف اوف ذا فورام اتس برانش اوف ذا ريد النيرف سبلاي ذا كوتينوس ستراكشر ان ذا باك اوف ذا فورام اكستند فار اس فار اس ذا ريست لحد الريست جوينت. والميديال لاترال كوتينوس نيرف اوف ذا فورام also distribute on the posterior surface of the forearm throughout their posterior branches. احنا مو قلنا انه اللاترال كوتينوس نيرف بي انتيرير بوستيرير، انتيرير يغذي الانتيرير سايد والبوستيرير يغذي البوستيرير سايد، كذلك الميديال كوتينوس نيرف بي انتيرير برانش وبوستيرير برانش، انتيرير يغذي لك الانتيرير سايد والبوستيرير يلوف على البوستيرير سايد ويغذي الناحيه. دورسال برانش اوف ذا النر نيرف اوف ذا النر نيرف arise about the middle of the forearm. It passes oblique downward, oblique backward across the medial side of the dorsum of the wrist. It divides into dorsal digital nerves supplying the skin of the medial third of the back of the hand and the dorsal surface of the little and medial half of the fingers. أرجع لكم على الصورة هاي. هاي الصورة شوف يا شباب، أنا قاعد نحكي على من؟ قاعد نحكي على الألنر نيرف وين؟ بالدورسم. يغذي لك إصبع ونص وشوية منها. هاي بس احفظوا لي هاي الصورة، جزاكم الله كل الخير. ماشي؟ احفظوا لي هاي الصورة بعد ما تحتاجون أي حاجة. زين هسه نجي على superficial branch of the radial nerve. يقول لك it's smaller of two terminal branches of the radial nerve. It's purely cutaneous. هو بس cutaneous between the brachialis and brachioradialis. يطلع لك between brachialis arise between the brachialis اللي هي وين؟ بالارم والبراكيورديالس muscles. Just above the elbow. ماشي. In the forearm it descends deep to the brachioradialis. هسه اشوفكم اياه lies lateral to the radial artery. Then pass backward to the dorsum of the forearm divided into medial and lateral branches. The smaller lateral الأصغر هو منقسم إلى medial and lateral. أصغر واحد هو lateral branch supply the radial side of the thumb. هنجي نشوفه. والميديال branch divided into four branches supplying the three and half fingers of the lateral side. شوفوا هو هذا. هذا النيرف. راح يمشي lateral للمن للراديال artery. ماشي بعدين حيفر ينقسم إلى anterior posterior. ونقسم الى ميديال ولاترال. ذن الميديال ولاترال راح شي يسوون يجينا هنا. شوف هسه هذا الريديال نيرف، هذا السوبرفيشال برانش راح يغذي لك من هو؟ يغذي لك ذن المنطقة، هاي المنطقة. يعني شوية من الثمب وشوية من الاندكس وشوية من ال من الميدل فينجر. هاي المنطقة يا شباب هم انا ابقوا ليها ببالكم. بس هنا هم شوية حيغذي لك هاي المنطقة. هاي المنطقة اللي هي مال الثمب. زين. اوكي هسه نجي على muscles of the back or the forearm. They are extensor muscles of the fingers and thumb. They divide into three groups. نقسمها إلى ثلاث جروبات. The superficial group which arises from the supracondyle line at the lateral epicondyle.
of the humerus. تطلعنا من lateral بكندالة في humerus. هسه قاعد نحكي على extensorات يا شباب. extensorات قسمها 3 جروبات. الجروب الأول هو superficial muscles. superficial muscles طلعنا منين؟ من lateral بكندالة of the humerus. hand passes to the bone of the forearm. hand and digits. okay. they are anconius, brachioradialis, extensor carpiradialis longus, extensor carpiradialis brevis and extensor digitorum. واشوف هنا الاكسسور ديجيتورم ما عندنا به لا سوبرفشارس ولا بروفندس، هي واحدة اكسسور ديجيتورم بحد ذاتها. واكسسور ديجيتي مينيمي وعند اكسسور كاربي الناس. شباب هسه عندنا اكسسور كاربي ريديالس لونجس، هاي اطول وحدة ماشي، هاي العضلة وراها الاكسسور كاربي ريديالس بريفيس اللي هي اصغر من عندها بشوية، وراها عندنا اكسسور ديجيتورم وكسنسر ديجيتي مينيمي، وراها الاكسنسر كاربي النارس. زين هسه هاي الاكسنسر كاربي الاكسنسر ديجيتي مينيمي وكسنسر ديجيتورم. الاكسنسر ديجيتورم بيها 4 تندنات دي يطلعن وين؟ على الاربع اصابع روحها، بينما الاكسنسر ديجيتي مينيمي انه هي وحدها بيها ما تندن واحد دي يروح يقوينا اللاترال فينجر. ماشي يا شباب. وهنا عندنا اكسنسر كاربي النارس وكسنسر كاربي ريديالس لونجس وبريفيس. زين ما دارك لكم تفاصيل الاورجن والانسيرشن مالتها حتى ما يدعوكم بيها. زين هسه احنا قسمنا الاكسنسر ماسلز الى 3 جروبات. الجروب الاول هو السوبرفيشال اللي شفناه عند العضلات اللي هي اعيد لكم اياها حتى تحفظوها، فلكسر اكسنسر كاربي ريديالس لونجس، اكسنسر كاربي ريديالس بريفيس، اكسنسر ديجيتورم، اكسنسر ديجيتي مينيمي، اكسنسر كاربي النارس. طبعا ديجيتي مينيمي يعني الاصبع الصغير، ديجيتورم يعني الاصابع. اوكي من الاربع. هسه الجروب الثاني هو 4 deep muscles arise from the شوف من تطلع من الفورام بونز and intraosseous membrane they pass to the thumb index fingers تروح لنا على الثمب والاندكس اللي هو السبابه. they include abductor pollicis longus extensor pollicis brevis extensor pollicis longus and extensor incisus. شوف هسه هم من خلينا نشوف الدي بيست ماسلز اللي هي السوبرنيتور ماسل between the عفوا خلينا نشوف الصوره ذني the 4 deep muscles اللي هنا ذني يا شباب اللي هاي اول واحده شو اسمها هاي اللي هي abductor pollicis longus. شوف abductor son abduction اذا لازم ترتبط على lateral side حتى انا مسوي لك abduction ترفع عليه فوق ماشي هاي abductor pollicis longus اطول من هنا ترتبط اطول ماشي وabductor pollicis brevis اقصر من عندها شوف من يطلع من الفورام بونس والانتروسس ممبر abductor pollicis brevis هي اقصر من عندها بس تمتد لي فوق ماشي وعندك النوم شنو عندك هاي العضله اللي هي extensor pollicis longus راح اشوفها اكسنسر بوليسيس لونجس بوليسيس من قال لك بوليسيس يعني ثلاثين بهم بوليسيس بوليسيس يعني الثمب اول واحد ابدكتر بوليسيس لونجس تجي لنا هنا ثاني واحد ابدكتر بوليسيس بريفيس تروح لنا على البروكسيمال فالانكس وعندك العضله الثالثه اللي هي شنو هي اللي هي اكستنسر بوليسيس لونجس اكستنسر بوليسيس لونجس ها شوفها تروح لنا وين على الديستال فالانكس ماشي يا شباب هاي وعندك اكسنسر ديجيتي اكسنسر انسيدس مصر اللي اشوفها شوف وين تروح على الاندكس اندسس اكسنسر اندسس الاندكس على الاندكس فينجر زين هسه ذني اللي هنا الفور ديب ماسلز عندنا دي بيست ماسلز اللي هي supinator اللي هي عضلة اسمها supinator passes between the two bones of the forearm اللي هي هاي supinator يا شباب هاي supinator اللي هي historic supination كنا انه هو الارم الفورارم من تكون بالبرونيشن هاي المصص حتى تتقلص وترجع للمكان الطبيعي بمساعدة البايسبس البايسبس همينة هنا تجي ترتبط تسوي له supination اوكي وعندك همينة ال pronator quadratus nerves of the posterior compartment of the forearm شوفوا all the muscles of the back is supplied by radial nerve
and its branches. Brachioradialis and extensor carpi radialis longus muscles. Supply by radial nerve in the cubital fossa. بها مكان قاعد يتغذن بالcubital fossa. The deep branch of the radial nerve pierces the supinator muscle and called posterior interosseous nerve supplies and the remaining muscles of the posterior compartment. زين هسه posterior interosseous nerve. Posterior interosseous nerve اللي هو طلع منين؟ طلع من radial nerve اللي هو ده يمشي على posterior interosseous membrane. It is the deep branch of the radial nerve. It is muscular and articular. إنه بي branch يروح من البرانشات للمسلس وشوية من عنده يروح الجوينتس. Arise at the level of the lateral epicondyle. يم اللاترال epicondyle حيطلع. ماشي. Descend between the elbow joint and the brachioradialis. Gives branches to the extensor carpi radialis longus, supinator muscles, and it then enter the supinator muscle. Descends with the posterior interosseous artery, I'm sure we are deep to the extensor pollicis longus on the interosseous membrane. أنا شنو الاكسنسر بوليسيس لونجس؟ أشوفكم إياها أرجع أشوفكم إياها النوب حتى على مود يصير عندكم فكرة يعني تامة. اكسنسر بوليسيس لونجس مو هاي الاكسنسر بوليسيس لونجس أنا مو هاي البوستيريور سايد فيعني ال posterior radial nerve posterior interosseous nerve مو ده يمشي على الممبران فالأقرب شيء إليه هي هاي العضلة اللي هي abductor pollicis longus وقريبات عليه ذن العضلات كلهن الديب مسلس قريبات عليه أكثر من السوبرفيشال مسلس. زين يقول لك supply all the extensor muscles ends in the back of the wrist joints by sending branches to the wrist and intercarpal joints. انه هو ينتهي يم الرست حينطي كل المسلس اللي موجوده يمه وراها حينطي لك articular branch للرست والانتركاربال جوينت. انه الكاربال بونز انه هواي فكوبيناتين جوينتات فيعني هو هم اللي يغذيها. Posterior interosseous artery is smaller than anterior one. It passes to the back of the forearm emerging between the supinator and abductor pollicis longus muscle accompanied by posterior interosseous nerve. لن يمشي سوى descend down across the deep extensor muscles. يعني وين يعني في يم الديب extensor muscles اللي هم deep group ماشي to the wrist. Anastomosis with the dorsal terminal branch of the anterior interosseous artery ماشي اللي هو من هو الانتيرير انتروسس ارتري مو قلنا انه هو حينتهي عبرنا من الفتح اللي موجودة بالانتروسس ممبرين حتى لمود يطلع من الانتيرير البوستيرير كومبارتمنت فهو هذا البوستيرير انتروسس ارتري حيسوي انستموسس ويل انتيرير انتروسس ارتري عن طريق دورسال تيرمينال برانش اوف ذا انتيرير انتروسس ارتري حيغذي لك المسل ماسكولار برانش ذا مسلس اوف ذا باك ان المسل اوف ذا باك حيغذيها والبوستيرير انتروسس ارتري وانتروسس ريكورنت ارتري It arises deep to the anconeus muscle between the lateral epicondyle of the humerus and the acronion process. Anastomosis with the middle collateral, inferior ulnar collateral, and posterior ulnar recurrence. عرفي. إنه هذا في the branches غير. هم ده يصعد يسوي يشارك بالanastomosis مال اليم الالبو joint. هاي الارتريات اللي هواية إنه عندنا في the interosseous recurrence artery. ماشي يا شباب موجود بالصورة قبل شوي شرحنا. هسه عندنا extensor tendon extensor tendons of the fingers. The four tendon of the extensor digitorum muscles pass to the dorsum of the hand. They are joined together by oblique strip of intertendinous connection. يعني شنو يعني ذني الاكستنسر muscles كوفيبياتين connection يعني intertendinous connection يرتبطن سوا حتى لو يتحركن سوا prevents the individual use of tendon of this muscle. يعني شو يسوي شو يقول لك انه اكو فد intertendinous connection اكو تواصل بين التندنات فالشي strip يربطن التندنات سوا حتى على مود يمنع تندن واحد من انه يصير له extension مرة واحدة لازم بقية التندنات يصير لهن extension حتى على مود ما يصير ضغط على تندن واحد وبالتالي ممكن يصير بي رابتشر. The index and little fingers each have an additional extensor tendon. The index and little finger انه هن اذا تلاحظون انه هن حركتهن تكون
اكثر من بقيه الاصابع. ليش؟ لان عندهم additional extensor tendon، يعني عندهم عضلات اكثر. extensor indices and extensor digiti minimi. The tendon of these muscles fused with the tendon of the extensor digitorum so they can extend the metacarbopharyngeal joint. بهاي الطريقة الميتاكاربوفارنجيال joint ممكن يصير له extension. تعبناكم هواية ومحاضرة كلش طويلة، وإن شاء الله أتمناكم تكونوا استفاديتوا من عندها، وإن شاء الله هنكملكم الشرح مال المحاضرات البقية تتابعا. وشكرا جزيلا لكم وممنونين كل شيء هواية. وإذا عندكم أي سؤال أي استفسار القنوات مالتنا موجودة والتعليقات مال اليوتيوب موجودة. أتمنى لكم كل موفقية.